أشاد المواطنون بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اتخذها خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ووجه المواطنون الشكر للرئيس السيسي على وقوفه الدائم بجوارهم والعمل على توفير كل الدعم للمواطن المصري. نشكرك يا رئيس على القرارات الجريئة اللي نزلت النهاردة في بني سويف لاهتمامك بالفقراء ومحدود الدخل والموظفين وأصحاب المعاشات. مصر كلها وراك يا ريس، بتأيد كل خطواتك. كل الشكر يا ريس لسيادتك وللقرارات اللي سيادتك أصدرتها النهاردة اللي بتمس المواطن البسيط. كامل يا ريس، احنا معاك. حاجة قرارات تاريخية في ظل ظروف اقتصادية واستثنائية صعبة، في رسالة حقيقية من فخامة الرئيس بأن شعب مصر قادر على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، ونتمنى التكاتف من شعب مصر لمزيد من العمل الدؤوب الحثيث المخلص خلال الفترة المقبلة. أشكر سيادة الرئيس على القرارات اللي خدها النهاردة في مؤتمر حياة كريمة بني سويف، بنزود زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 إلى 4، وعفى صغار الفلاحين من الضرائب، وزيادة معاش التكافل والكرامة بنسبة 15% لأكثر من 5 مليون أسرة، وزيادة المعاشات والمستفيدين منها من 300 ل 600، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 ل 600. كل القرارات دي هتساعد ناس كتيرة جدا، خاصة في الحالة الاقتصادية الصعبة اللي الوطن العربي كله والعالم بيمر بيه. شكرا سيادة الرئيس. بشكر سيادة الرئيس على القرارات بتاع النهاردة للدعم الشعب المصري ودعم الفلاح ودعم المواطنين المصريين طبعا، وده عشان الغلاء المعيشي. احنا بنشكر سيادة الرئيس عامة على القرارات اللي بياخدها لانها من مصلحة الشعب، واحنا متشكرين له جدا جدا على اللي هو بيعمله. عايز اشكر سياده الرئيس على القرار اللي خده النهارده لزياده المعاشات وزياده الاجور وزياده تكافل وكرامه لاسر احتياجات 5 مليون اسره. شكرا لسياده الرئيس على حزمه القرارات اللي خدها النهارده، من ضمنها زياده الحد الادنى للاجور ورفع علاوه غلاء المعيشه من 300 جنيه ل 600 جنيه، رفع العلاوة بتاعت المعاشات من 300 جنيه ل 600 جنيه اللي بقت بتشمل دلوقتي 11 مليون مواطن. تاني حاجة التسهيلات اللي قدمها سيادة الرئيس للمزارعين، من ضمنها رفع الفايدة والأقساط من عليهم. فدي انا حاجه شايفها ان سياده الرئيس لغايه دلوقتي رغم الازمات الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد لغايه دلوقتي بيفكر في المواطنين. دوما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت ان المواطن المصري في عقل وقلب القياده السياسيه وفي بوره اهتمام الدوله المصريه، واذا كنا منذ الفتره القريبه راينا ذلك متمثلا في العديد من المبادرات الاجتماعيه زي حياه كريمه والمبادرات الصحيه ايضا التي وصلت الى كل مواطن على ارض مصر والى كل شبر على ارض مصر، فان القرارات الاقتصاديه تاتي خطوه في هذا الطريق، تاتي لرفع العبء والضغط الاقتصادي عن كاهل المواطن المصري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا في فتراته التي تلت فترات الانكسار التي عانت منها مصر لعامين متتاليين إلى إحياء أمل المصريين في دولة نظيفة متقدمة اقتصاديا. المواطن العادي البسيط يسعى إلى أن يجد ما يسد قوت عيشه وما يرسم بسمة الأمل على وجوه المصريين عموما. فهذه القرارات وإن كانت مرتبطة بالدخل للمواطن البسيط، إلا أن ما يعود على المواطن البسيط وأصحاب المعاشات سيعود على كافة أبناء المجتمع المصري. القرارات كلها لمست الطبقة المتوسطة اللي موجودة في الشعب المصري، زيادة الأجور من 300 ل 600 جنيه لتكافل الكرامة والمعاشات، وطبعا كل الحاجات دي ليها تأثير كبير على الشارع المصري، واحنا فخورين جدا بهذه القرارات في الوقت الحالي. قرارات السيد الرئيس امبارح كانت صائبة وفي وقتها، لانه فعلا قدر يرفع ولو قليلا عن كاهل المواطن المصري، لانه بيشعر بينا بجد وحاسس بينا بجد، زي بالظبط حياه كريمه. الناس اللي ما كانوش حتى لاقيين الميه والسكن، احنا شفنا امبارح يعني حاجه مشرفه في بني سويف، الناس نازله من قلوبها لان هي فعلا حست ان الرئيس سياده الرئيس حاسس بيهم. اوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي طبعا قدمه لنا الفتره اللي فاتت دي من مجهود كبير في رفع كفاءه البلد كلها، اذا كانت في طرق او في شتى المجالات الصحيه والتعليميه. حاب اشكر السيد الرئيس على اهتمامه وعلى شعوره بالشعب وبينا بالأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها، كمان مش بس مصر، العالم كله في الأزمة دي.
حابة أشكره إن هو حاسس بينا، حاسس بالناس، حاسس بالطبقات المتوسطة واللي تحتها كمان. شكرا على حياة كريمة. أحب أوجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات اللي هو عملها معنا طول الفترات اللي فاتت، وعلى القرارات الحكيمة اللي أخدها امبارح في بني سويف. كانت القرارات بشأن رفع الحد الأدنى من 300 ل 600 جنيه، ورفعنا الفئة بتاعت التكافل والكرامة المستفادة بيها، التكافل والكرامة.